النشرة الرياضية من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. بداية، تتجه كل الأنظار سهرة اليوم إلى مسرح الشاتلي بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي يحتضن بدءا من الساعة 8:30 حفل الكرة الذهبية الملغى السنة الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا. حفل سيكشف اسم لاعب واحد من قائمة موسعة حملت 30 اسما سيكون له شرف حمل الكرة الذهبية لعام 2021. ويحتضم الصراحة حسب التسريبات بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف البايرن والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والأرجنتيني ليو ميسي لاعب باريس سان جيرمان. أنوار العاصمة الفرنسية باريس لن تقوى سهرة اليوم على نظيرتها المنبعثة من قلبها، مسرح شاتلي الذي سيوحد العالم على توقيت خط إماطة اللثام عن حامل الكرة الذهبية لعام 2021 في نسخة عائدة بعد غياب السنة الفارطة بسبب تداعيات الكوفيد. غياب جعل أسهم اللاعبين المطروحة أسماءهم لنيل الدرع الذهبي تتصاعد في حين وتتنازل في حين آخر. حافز كان زاد من سيلان وتدفق حبر الصحافة العالمية والفرنسية خصوصا حول من يستحق الكرة الذهبية لهذه السنة. أسطر الصحافة التي تضاربت مقالاتها وتقاريرها بين إحصائيات السنة الفارطة والسنة الحالية زادتها التسريبات الحاصلة التي صبت في صالح البولندي ليفاندوفسكي هداف باير ميونخ الألماني، طرح أضعفه قائد الديكة سابقا باتريس إيفرا الذي هنأ عشية الحفل التتويج السابع للوافد مؤخرا على عاصمة الجن والملائكة من بوابة البي اس جي البرغوث ليونيل ميسي. الصحافة الفرنسية راحت الأبعد من ذلك حين تحدثت أن الكرة الذهبية لن تغادر مكان إقامة حفلتها بحمل فرنسي ثان لها بعد زين الدين زيدان عام 98-900 و1000. الإيطالي جورجينيو والمصري محمد صلاح نجم تشيلسي وليفربول هما الآخران طرفا في المعادلة التي لا تحل إلا بانتظار الموعد لاكتشاف عريس السهرة. فهل حقت الصحافة الطرح بترشيحاتها أم أن للكرة الذهبية سر لن تكشفه إلا في سهرتها الموعودة؟ في موضوع آخر، تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لإصابة خطيرة في الكاحل خلال مباراة فريقه أمس أمام سانت إتيان، والتي حسمها فريق العاصمة بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الفرنسي. وأثار نيمار ذعر متابعي المباراة بعدما انهار في الملعب عقب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها وتسببت في صراخه للاستعانة بالطاقم الطبي للبي اس جي. وأظهرت الإعادة التلفزيونية تعرض البرازيلي لالتواء قوي في الكاحل، هذا ولم يصدر النادي أي تفاصيل بشأن الإصابة حتى الآن. جهة أخرى، عرفت المواجهة مشاركة المدافع سيرجيو راموس لأول مرة مع النادي الباريسي منذ تعاقده مع الفريق الصيف الماضي. إلى إيطاليا، أين تمكن نادي نابولي من خطف صدارة الكالتشيو بفوزه العريض والكاسح على ضيفه لاتزيو بربعية كاملة ضمن الجولة 14، مستثمرا بذلك في الخطوة الخاطئة لنادي ميلان المنهزم ضمن ذات الجولة بثلاثية مقابل هدف وحيد ضد ساسولو. نادي الجنوب الإيطالي العائد لسكة الانتصارات من جديد بعد خسارة وتعادل أحسن تكريم نجمه التاريخي وأيقونته دييغو أرماندو مارادونا بعد أيام من مرور الذكرى السنوية الأولى لوفاته. وبهذا يتصدر نابولي برصيد 35 نقطة صدارة، فيما تجمد رصيد روسونيري عند النقطة 32. في الدوري الإنجليزي، انتهت مواجهة تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد على واقع التعادل الإيجابي بهدف لهدف أمس ضمن المرحلة 13، ورفع تشيلسي رصيده على إثر هذه النتيجة إلى 30 نقطة في الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الثاني، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن. والتعادل الثالث لتشيلسي مقابل 9 انتصارات وخسارة وحيدة، بينما تعادل يونايتد لمرة الثالثة هذا الموسم مقابل
قبل 5 انتصارات و5 هزائم. وفي لقاء آخر أطاح مانشستر سيتي بوستهام يونايتد بهدفين لهدف في مباراة تألق فيها الدولي الجزائري، ليحقق بذلك سيتيزنز فوزهم الثاني على التوالي. في الليغا، قلب نادي ريال مدريد تأخره في النتيجة في لقاءه ضد إشبيلية المندرج ضمن الجولة 15 إلى فوز بهدفين مقابل هدف وحيد، لقاء جاء بليغ الإثارة والحماس ضد الفريق الأندلسي. الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينيسيوس ردوا الإصابة للضيوف التي جاءت في الدقيقة 12 عن طريق رأسية محكمة من المهاجم رافا مير. هدفي بنزيما وفينيسيوس جاء في الدقيقتين 32 و87 على التوالي، وهو الفوز الذي سمح للنادي الملكي بالإبقاء على صدارته بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد. اكتمل عقد المتاهلين إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بدولة الإمارات بعد اعتذار اليابان، وذلك بعد تتويج نادي بالميراس البرازيلي بكأس ليبرتادوريس، في حين تسحب اليوم بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمدينة زيوريخ قرعة المسابقة. بعد تتويج بالميراس البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس للعام الثاني على التوالي، اكتمل عقد المشاركين في كأس العالم للأندية ليلتحق بذلك بالفرق الستة التي ستمثل قاراتها في المنافسة العالمية. ملاعب دولة الإمارات ستكون مسرحاً لهذا العرس العالمي الذي سبق وأن نالت شرف تنظيمه أعوام 2009، 2010، 2017 و2018 لتتأهب مرة أخرى لإنجاح بطولة هذا العام، وهو ما أكده رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني أنفانتينو خلال كونغرس الفيفا بتحديده استضافة الإمارات للبطولة لاحقا، وأنها قد تقام مطلع عام 2022. 6 أندية تأهلت للبطولة قبل بالميراس بطل ليبرتادوريس، وهي الأهلي المصري بطل رابطة أبطال إفريقيا، ونادي أوكلاند سيتي نيوزيلندي عن قارة أوقيانوسيا، والبلوز تشيلسي بطل القارة العجوز، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، ونادي الهلال السعودي بطل رابطة أبطال آسيا، إضافة إلى نادي الجزيرة الإماراتي كممثل للبلد المضيف. الأنظار إذن ستشد هذا الاثنين صوب مدينة زيوريخ السويسرية لمعرفة نتائج قرعة كأس العالم للأندية وتحديد المباريات ومعرفة الطريق نحو المباريات النهائية. إلى مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث انهزم فريق شبيبة القبائل الجزائري أو تعرض لهزيمة غير متوقعة أمام ليوبار لحساب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة، نفس المصير عرفه ممثل الجزائر الثاني شبيبة الصورة بهزيمته بهدفين لصفر أمام هارتس أوف أوك الغني. وفي باقي المباريات فاز مازيمبي الكونغولي على ماريمو الجنوب إفريقي بهدف دون رد. النادي الصفاقسي التونسي عاد بتعادل ثمين من كينيا من دون أهداف، أمام توسكر بدوره عاد بيراميدز المصري بنتيجة مرضية من الكونغو بعدما فاز على مانياما بهدف دون رد. في التنس، ودعت إسبانيا كأس ديفيس لفرق الرجال بعدما حجز الاتحاد الروسي مكانه في دور الثمانية بعد انتصار مثير في مدريد، وتمكن كاراتسيف وروبليف من التفوق على الثنائي الإسباني غرانويريس وفيليسيانو لوبيز مانحان روسيا صدارة المجموعة الأولى، وحصلت السويد وصربيا على بطاقتي أفضل فريقين في المركز الثاني وتأهلتا إلى دور الثمانية بفضل تفوقهما في سجل الفوز والخسارة في دور المجموعات. نختم بهذا الخبر، حيث توفي البريطاني فرانك ويليامز مؤسس ويليامز ريسينج للفورمولا 1 عن عمر يناهز 79 عاما بحسب ما أعلن عنه الفريق. وقال فريق ويليامز في بيان على تويتر إنه تلقى ببالغ الحزن وفاة السير فرانك ويليامز المؤسس والمدير السابق لفريق ويليامز ريسينج. وأسس فرانك ويليامز فريق الفورمولا 1 عام 1977 وتوج تحت إدارته بستة
13 لقبا في الفورمولا 1، من بينها البطولة ما بين 1980 و1997، من بينها سبعة للسائقين وتسعة للصانعين. بهذا نصل إلى ختام النشرة الرياضية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.